كلمة فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، وبداخل محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه. رعاينا الأوفياء المخلصين سكان إقليم مولى يعقوب. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. فرعيا لما نوليه لإقليمكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه به دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي عاملا عليكم خادمنا الأرضاء السيد نور الدين عبود، لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاضطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأنطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة إقليمكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانه، كما نأمره أن يرغب أحوالكم عن كثب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابغة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق والسلام. حضور الكريم، يسعدني اليوم بتعليمات ثانية من صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن أشرف على مراسم تنصيب السيد العام الجديد على إقليم مولى يعقوب، ولي الشرف العظيم بهذه المناسبة أن أبلغ عطف ورضا صاحب الجلالة أيده الله إلى ساكنة هذا الإقليم الذي يشهد منذ سنوات طفرة موية طموحة على جميع المستويات. وفي هذه اللحظة لا بد أن نستحضر جميعا المهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتق كافة السلطات والمسؤولين، متمثلة بالخصوص في مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها الحلقة الأساسية في دعم الديمقراطية المحلية ومجالا متميزا لتحقيق التنمية المستدامة التي يتعين أن يتوجه وقعها الإيجابي إلى جميع الفئات الاجتماعية وبالأساس إلى المواطنات والمواطنين بالمناطق البعيدة والمعزولة من أجل تحسين أوضاع معيشتهم اليومية. فضلاً عن ذلك، من الضروري بذل كل الجهود من أجل خلق الأجواء المناسبة لبلورة وتنفيذ برامج تنموية طموحة تستهدف بالأساس حفظ الاستثمار وخلق فرص الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية بهذا الإقليم العزيز، وكذلك أيضا الحد من آثار التغيرات المناخية ودعم برامج الطاقات المتجددة. ولا بد أيضا من أن تتم تعبئة كل الطاقات بغية تكريس نجاعة المسلسل الديمقراطي لبلادنا من خلال التنظيم المحكم لثاني انتخابات تشريعية بعد الدستور فات يوليوز 2011، بالاعتماد على التراكمات الإيجابية في هذا النطاق وعلى الضمانات أيضا التي توفرها خلال الاستحقاقات السابقة وفرناها خلال الاستحقاقات السابقة، وعلى المجهودات القيمة التي بذلها في سبيل إعطاء، كما أنه يعد أساسيا الرفع من مستويات الحيطة والحذر تجاه جميع أنواع التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية بالنظر لما يشهده المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات في هذا المجال. الحضور الكريم، يشرفني أيضا أن أدعو السيد العام الجديد إلى العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل هذا الإقليم اقتصاديا واجتماعيا من خلال الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة في هذا المجال
وضمان احترام توجيهاتها العامة بتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور، وهو الأمر الذي ستتوفقون فيه بإذن الله السيد العامل بالنظر لما راكمتموه من تجربة مهنية واسعة في أقاليم متعددة، ولما أيضا تتحلون به من تفان مشهود لكم به، مما أهلكم لنيل هذه الثقة المولوية الثانية والتي أهنئكم بها وعليها. ولا يفوتني طبعا أن أتوجه بالشكر الخالص للسيد العامل بالنيابة سابقا الذي أتمنى له مسارا موفقا، وكذا إلى السيد العامل السابق الذي أتمنى له بهذه المناسبة الشفاء العاجل، وذلك على المجهودات القيمة التي بذلها في سبيل إعطاء دفعة قوية لعدد من البرامج والمشاريع التنموية لهذا الإقليم. وفي الأخير أدعو كافة ممثلي الإدارة الترابية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية وكذا جميع الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود لتنمية المنطقة ومادية العون والمساعدة أيضا للعالم الجديد. أبقى الله مولانا أمير المؤمنين ذخرا وملاذا آمنا لأمتنا وسيادتها وعزتها، وأقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أسره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. مصور ديالك